وبلجيكا انتهت بفوز الهولنديين في بلجيكا 4-1، بينما آخر مباراة بينهما تعود إلى تاريخ 20/8/2003 ببروكسل وانتهت بالتعادل هدف لهدف. محاولة كانت ممتازة من زندن، محاولة كانت ممتازة من طرف اللاعب زندن. ممتازة، وكاد بيير فون هويدونك يسجل. بيير فون هويدونك على الصورة مهاجم ممتاز جدا، يلعب المباراة رقم 38 له، سجل 12 هدف مع المنتخب الهولندي، وده مهاجم ممتاز جدا. هو يلعب قلت في ايتينيا، يصعد للهجوم بهذه المحاولة. التعادل يبقى قائم بين الفريقين. خطيرة هذه لبيير فون هويدونك، ممتازة جدا من فيليب كوفو والعارس تريستان فيرسمان، يبقي على التعادل قائم بين الفريقين. إذن التعادل حتى الآن بين الفريقين، بين هولندا وبلجيكا، والعمل الممتاز هنا من بيير فون هويدونك. يأتي من بعيد فيليب كوكو وضربها في الكرة، ولكن الكرة أرضية، ولكن الآن الكرة والضغط أكثر من جانب المنتخب الهولندي. شنايدر ممتازة ناحية تايتيني، ما فيش وضعية تسلل، حب يعكسها كرة عرضية ممتازة، وكليفرت أو كرة سيدورف، كرة سيدورف اللاعب رقم 8 غير كل الشكل الكلي تسريحة شعره، بعد ما كان شعره طويل الآن أصبح بشكل آخر. بلجيكي بملعب فيليبس بإندهوفن بهولندا بطبيعة الحال في المباراة رقم 124 الودية أو التاريخية بينهما، بما فيها المباريات الودية والدولية بطبيعة الحال والرسمية التي جمعت المنتخبين الهولندي والبلجيكي. ولمن فاته التذكير بالحصيلة الرقمية، نذكر أنا في الحقيقة من هواة تقديم الأرقام، علها تفيد وتعطي المعطيات اللازمة للمشاهد الكريم اللي يتابع معنا. بعد هذه شنايدر دربك على مستوى دفاع المنتخب البلجيكي، ركلة جزاء لا، محاولة من اللاعب فون برونكوست، والكل طلب بركلة جزاء ولكن الحكم قال ضربة ركلية. شوف هذه هي المحاولة من فون برونكوست، تصطدم بأحد اللاعبين، من المفروض فيه ركلة جزاء ولكن غير متعمد، الحكم يقول هنا فعلا، وعلى مرحلتين الكرة أبعدها الدفاع بصعوبة كبيرة جدا. شوف هنا فعلا غير متعمد، والكل بوما وستام يطالبان بركلة جزاء، ولكن الحكم كولومبو يقول ويكتفي بضربة ركلية. دقيقة واحدة من الوقت المضاف كوقت بديل، تنفذ الركنية، مازال الخطر الهولندي على مرحلتين. الكرة ما تدخلش، الكرة تأبى أن تزور شباك بلجيكا وتبقى مع المنتخب البلجيكي، وهو يبلغ من العمر 28 سنة، 1.75 متر، 72 كيلوغرام، مهاجم اللي كان وراء المحاولة. وهذه التمريرة الممتازة من سيدورف ناحية بيير فون هويدونك كما جاءت على الطائر مباشرة، العارضة تردها من شنايدر، ممتازة ممتازة اللقطة. في الموسم 96 و 97 خب الهولندي بطبيعة الحال، هذا بالنسبة للمدرب أدفوكات. والمنتخب البلجيكي من حل آخر يقوم بعمل هجومي ممتاز، بنزا خطير جدا، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لمبينزا، يقول كولومبو ضربة جزاء بعد هجمة عكسية ممتازة جدا. الحارس فاندر سار يلوم بوما ويقول له خطأ مجاني، ومبينزا المتألق، مبينزا الخطير يتحصل على ركلة جزاء. فعلا شوف المراوغة وتدخل واضح وركلة جزاء لا غبار عليها، شرعية 100% لفائدة المنتخب البلجيكي في الدقيقة
36 من عمر الشوط الثاني والمباراة هذه خطأ من بوما على مبينزا وركلة جزاء. ركلة جزاء سيتولى تنفيذها بطبيعة الحال يبدو لي مبينزا. هل سيتمكن المنتخب البلجيكي من تسجيل هذا الهدف والحفاظ عليه لتحقيق الفوز الذي يبحث عنه منذ 10 سنوات؟ التنفيذ هو لبيرت غور. بيرت غور يستعد لتنفيذ هذه الضربة الجزاء. بيرت غور في هذه المحاولة للتسجيل. إذن بيرت غور هو اللي راح يتولى التنفيذ أمام فاندر سار. بيرت غور والحكم يطلب من الجميع احترام المسافة القانونية اللازمة ويسجل الهدف بطريقة رائعة جدا. إذن بيرت غور يوقع الهدف لفائدة المنتخب البلجيكي وأدفوكات حائر. ونذكر أن المنتخب الهولندي سجل نتائج كبيرة جدا. شوف التنفيذ، الحارس في جهة والكرة في جهة، ممتاز جدا بيرت غور. بيرت غور يوقع بشكل رائع جدا، الحارس في جهة والكرة في جهة بيسارية ممتازة وذكية، يوقع هدف التقدم للمنتخب البلجيكي. إذن بلجيكا هدف، هولندا لا شيء بفضل. إذن في الدقيقة 8 بنزا زندن حكم كولومبو بدأ ينظر إلى ساعته ربما لإعلان النهاية. على كل قد دقيقة ونصف من الوقت المضاف كوقت بديل في هذه المباراة. ودون ما ينتهي الوقت المضاف دقيقة فقط، الحكم كولومبو يعلن صافرة النهاية، نهاية المباراة بفوز المنتخب البلجيكي لأول مرة منذ 10 سنوات، يضع حد لسلسلة النتائج الإيجابية لإشبال المدرب ديك أدفوكات. هدف وقعه بيرت غور على الصورة الكابتن عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.